ثابتة. إذا زياش يتلقى الإشارة، يرفع ذي الكرة، جول 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 جول. أول هدف المنتخب الوطني المغربي. اللحظات الأخيرة كانت الحاسمة. الأسو تنصر في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. الحل أتى من كرة ثابتة. سنشاهد الإعادة السينية في المدرجات. المنتخب المغربي لم يستسلم وانتظر حتى اللحظات الأخيرة زياش في تنفيذ الضربة الحرة. الإعادة مجددا الكرام أبرزهم يبقى وزياش. انطلاقة من نور الدين مرافق، ماذا سيفعل؟ نور الدين المراوغة الأولى، المراوغة الثانية، فرصة، هي جول، هي جول، هي جول. ملعب السلام بهدف ولا احلى، بجملة تكتيكية ولا احلى. هذه الضربة الحرة الجانبية، الكرة مرفوعة، فرصة، جول جول جول. بركاتك يا مبارك، بركاتك يا مبارك، هل هلالك يا مبارك، بركتك حاضرة يا مبارك. بنفسه بتسديدة بكرة في مرمى جنوب افريقيا. هكذا احلى قصة واحلى انتصار واحلى تقدم منك يا مبارك يا ابو الصوفة. بركاتك يا مبارك حضرت في اللحظات الاخيرة، خطفها مبارك. بينما ندخل رقميا وحسابيا الربع ساعة المتبقي، نعم، بينما مبارك مبارك يمرر فرصة، هو جول. في وقت مثالي، في وقت رائع.